يا غزالي يا غزالي يا غزالي يا غزالي. واحترسوا من البنات والستات. المرأة الريفية اللي بتنزل الترعة وتملى البلاص غزالي يا غزالة على الأرض في إيه مالك مية وتروح رفعها كده. أنا بقول لكم قصتهم كلهم هنا. اعملوا كده وشافوا ظهركم بيعمل إيه. جننت العالم بجمالك. صحيح. يجي واحدة تكلمك وتقول لك بارخني يا أبونا واللعبة دي عندي. وتروح رفعها من المية كده ومطلعها. سيق الكون كله على مزاجك. فوق راسها وماشية كده زي الغزالة. اللي عجبني فكرة وأنا وف يا ابني ده وانتوا اوعوا تقربوا عليهم. جرالكوا ايه؟ ياللي وياللي 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 ف تبقى حكايتكوا حكاية. ياللي خطفتي لي عقلي بغمزة. ايه القوة العضل؟ خمسة يا روح قلبي عليكي خمسة. اللي بتمسك غطريف الرقبة وغطريف الظهر. قديس الأنبا أرسانيوس. والسمدان. خدودك وشفايفك كارثة. وفيها بلاص مليان مي. فاتت عليها واحدة ست. هات واحدة بنت من بناتنا في مصر. وقالت له صلي لي. لو عملت كده لا اصلي ان ربنا يشيلك من فكري ومن تلاقي الغطاريف بتاعتها ملقاها جنب الترعه من حواسي. كله يا ولاد عيب. ايوه القلب انت احسن فرصه. بلاش مش هكمل. دي مره من المرات وابونا مد ايده على صدر واحده ست. عم يوسف قال لي انا اتخضيت كده يعني بصراحه. انا خدت من ده اكتر من مره. ايه 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 صبر 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 ساكن.